أشار موقع اليمن في تقرير له إلى محاولات الإمارات توسيع نفوذها في بحر العرب وخليج عدن من خلال ميناء قشن. المحلل العسكري علي الذهب قال في تصريحات للموقع إن الإمارات تحاول أن توسع وجودها في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر من خلال موانئ جيبوتي والصومال واليمن. وتعليقا على أطماع الإمارات في المهرة، أضاف الذهب أن قضية ميناء قشن دشنتها أبوظبي عبر اتفاقات مبرمة مع الحكومة لا تظهر فيها الإمارات بشكل مباشر كطرف مستثمر، بل جاءت عن طريق مستثمرين حتى تزيل الشبهة عنها، وتسبق السعودية في الحضور على السواحل في هذه المناطق. الذهب رأى في تصريحه لموقع اليمن نت أن الإمارات ربما تمرر اتفاقية إنشاء ميناء قشن مستخدمة بذلك ما تملكه من اتفاقيات ونفوذ متعدد، مشيرا إلى أن أبوظبي لديها مرتزقة تستغل بهم الوضع الضعيف للحكومة وتداعيات الحرب القائمة والتدخل الخارجي في القرار السياسي.